ضع البار على الارتفاع المناسب بحيث تتمكن من الإمساك به عند استلقائك على البنش المائل المنخفض الذي سبق ووضعته تحت جهاز السميث، واحرص على أن تكون راحات يديك موجهة نحو الأعلى ومتباعدة أكثر من عرض كتفيك بقليل، ثم احمل البار وارفعه فوقك مع إغلاق مفاصل أذرعك. وبالتزامن مع الشهيق قم بإنزال البار بثني الكوعين ببطء حتى يلامس عضلات صدرك السفلية بخفة، ثم توقف للحظة وعاود رفعه لتعود لوضعية البداية.